الحاجة التانية اللي مهمة قوي الناس تعرفها، إن اللي عنده مرض مزمن له رخصة في الإفطار. الأساس هو الإفطار، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. فما جيش أنا أصوم بالذات للمرضى اللي عندهم مشاكل في القلب وبيكونوا جلطات. لازم يبقى الكلام شخصي، يعني كل فرد مع الطبيب بتاعه، ما ينفعش الكلام العام أصوم ولا لا، كل واحد مع الدكتور بتاعه يبقى عارف بعد فحوصات بعد الفحوصات بعد الدكتور يفحص حالته تسمح بالصيام ولا لا. والأساس إذا هو حالته لا تسمح بالصيام إنه يفطر بدون شعور بالذنب. انت هتفطر ناس، فالناس اللي انت فطرتهم استفادوا اكتر ما انت صمت، وانت في نفس الوقت حافظت على نفسك وصحتك اللي هي امانة ربنا هيحاسبك عليها. لاسرتك ولاولادك. لو لقينا الحالة الصحية تسمح بالصيام لازم نبقى متكلمين مع الطبيب، لانه في انواع من الادوية، في ادوية من ادوية القلب والمدرات للبول بتتغير جرعتها مع الصيام، ونسبة الاسبرين اللي بناخدها بتتغير جرعتها مع الصيام، بالذات مع ازدياد درجة الحرارة والجفاف، علشان ده بيزود لزوجة الدم. فلازم نبقى عارفين انه لزوجة الدم لما بيزيد، يعني في ناس بنفطرهم في رمضان بنقول لهم افطروا مش عشان ياكلوا، في ناس بيفطروا علشان ياكلوا، وفي ناس بيفطروا عشان يشربوا، لانه لما بنصوم فترات 16 ساعة مع الحر الفظيع ده ونفقد كمية من السوائل، لزوجة الدم بتزيد. كمية المية اللي في الجسم بتقل، فكمية المية اللي في الدم نفسه بتقل، فلزوجة الدم بتزيد. مع ازدياد لزوجة الدم بيبقى هذا الفرد معرض لتكوين جلطات. فالناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي عندها مشاكل صحية أرجوكم تمنع، أرجوكم بلاش الصيام إلا لما تستشير الطبيب وتكون حالتك الصحية تسمح. بالظبط. حاجة تانية اللي مهمة، مريض السكر اللي حالته تسمح بالصيام، اللي عنده سكر من نسبته مش عالية، لازم نبتدي رمضان سكرنا بتظبط. ما ينفعش أصوم وأنا سكري ملخبط وعالي قوي وبيهبط وبيجيلي هبوط في النص. ولازم أتناقش مع الدكتور، يكون واخد أدويته واكل أكل مناسب وظبط جرعة الإنسولين اللي أنا باخدها على كم الوجبة اللي باخدها مع الطبيب بتاعي، لأنه إحنا كل حجم وجبة بناخد عليه جرعة محددة من الإنسولين. لو إحنا غيرنا حجم الوجبة بنغير وحدات الإنسولين اللي بناخدها. فلازم تبقى عارف مع الطبيب بتاعك هل حالتك أصلا تسمح بالصيام ولا لا. لو الحالة لا تسمح بالصيام من فضلك ما تصومش. لو هتصوم لازم مع الطبيب الخاص بشكل شخصي، الدكتور والعيان. ما ينفعش النصايح اللي بنقولها للجميع ما تاخدوش اراء بعض، جرعات الأدوية الدكتور هو اللي بيبقى عارف التاريخ حتى الصحي بتاع المريض. طيب هرجع تاني بقى.